واحد من أساطير الرعيل الأول في دولة التلاوة المصرية، ملقب بصاحب النوادر وأسطورة القرآن المنسية. إنه القارئ الشيخ علي حزين. ولد الشيخ علي حزين في العاصمة المصرية القاهرة عام 1902، وتم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة قبل أن يلحقه والده بالتعليم الأزهري، وفي وقت قصير للغاية. وبينما لا يزال صبياً أسر بصوته قلوب المستمعين ولفت الأنظار إليه، فقرر ترك الدراسة والتفرغ لتعلم القراءات والتجويد. الصوت الشجي الذي امتلكه الشيخ علي حزين طاف به أرجاء المحروسة، حتى وقع عليه الاختيار في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي لافتتاح الإذاعة الملكية في منطقة حدائق القبة. وبعدها بسنوات تعاقدت معه الإذاعة اللاسلكية البريطانية في منتصف الأربعينيات، والتي ترك لها 12 تسجيلاً من أفضل تلاواته. لكن تسجيلاته في الإذاعة وخارجها قليلة للغاية. وهنا يكمن السر وراء نسيان اسم واحد من عباقرة دولة التلاوة. تعرضت معظم تسجيلات الشيخ علي حزين للإهمال، حتى أن المتوفر منها يبدو فيها صوته مجهداً ودون المستوى. ولم تقتصر شهرة الشيخ علي حزين على صوته الفريد فحسب، بل كانت لنوادره نصيب كبير من هذه الشهرة. عرف بروح الدعابة وخفة الظل، كما كان على عكس قراء القرآن الكريم مدخناً شرهاً، وهي العادة التي أدت إلى تراجع صحته بشكل كبير، إلى أن توفي في عام 1971. وبينما ذاع صيته في مختلف أرجاء مصر كأحد عباقرة قراء القرآن الكريم، توسم الشيخ علي حزين النسيان بعد وفاته.